استقبلنا العام الدراسي. طبعا السنة طبعا فيه العام الدراسي كان استثنائي نظرا لهذه الظروف التي تمر بنا، خاصة في ظل جائحة كورونا، عافانا وعافاكم الله. طبعا بدأنا العام الدراسي أولا بالتنسيق مع مدراء المدارس وإدارة المدارس مع أولياء الأمور باجتماعات دورية بتكوين مجالس أباء، هذه نقطة الانطلاق الأولى. طبعا طلبنا بعدة إجراءات احترازية عن طريق الوزارة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوفيرها. بعد توفر المواد وتوفر بعض المستلزمات من أدراج، من طاولة معلم، من صبورات، من خطاط صبورة، من طلاسات، قامت الوزارة بتوفيرها بالكامل. انطلقنا وتوكلنا على الله. طبعا مراقبة التربية والتعليم جيمينس تقع على مساحة شاسعة جدا، حوالي 80 كيلو متر فهمتني، على امتداد الساحل من حدود بلدية بنغازي إلى حدود بلدية زويتينا سلطان، يوجد بها 23 مدرسة. من يجيب بجملة مفيدة تؤدي إلى ونسأل الله أن يكون العمل يسير بهذه الطريقة بهذه الوتيرة، لأن طبعا كيف ما نعرفين نحن يعني مازال الوقت مبكر، يعني ونحن حال الغاية ما يكونش فيه أي عراقيل تعرقلنا، خاصة في نص العام الدراسي. يعني نحن ناشد جميع المسؤولين، جميع القائمين بهذه الأعمال، أنهم يجعلوا هذه المواد تصل إلينا بطريقة التواتر، حتى لا يتم لا قدر الله لا سمح الله نقص في هذه المواد مما يضطرنا إلى إيقاف الدراسة أو حاجة كيف هذه. وبارك الله فيكم.